إذا السلام عليكم. إذا طريقة باش أي واحد تقدر تستخدم هذا يعني الشرح اللي غنشرح لكم دابا، يطلعوا عندكم الإعلانات في القناة ديالكم، ويقدر ما تخدمش هذه الطريقة اللي غنعملها أنا، ونوريكم الدليل في القناة ديالي. يعني واخا كان الدولار مفعل، واخا يعني بعض الإعلانات ما كانش تظهر بزاف بعض الفيديوهات، ولكن بنسبة 70% أصبحت الإعلانات كتظهر وكتبان في بعض الفيديوهات. إذا نوريكم هذه الطريقة خطوة بخطوة، وتنتوما عملوها في القناة ديالكم لعل الإعلانات تعاود تظهر من جديد. بالنسبة بخصوص الأسباب ديال عدم ظهور الإعلانات بعض القنوات، حسب علمي بسبب النقرات الغير الصالحة اللي كتكون عندك في القناة ديالك على اليوتيوب، عليها الإعلانات ما كيبقاوش بزاف عندك في القناة ديالك. مهما الدولار عندك فعال، مهما القناة ديالك راه غادا في الطريق السليم، غير واحد يصبر شوية إن شاء الله واحد شهر ولا شهرين وترجع الإعلانات مرة أخرى. إذا نوريكم الطريقة أنتم حاولوا تعملوها، والإعلانات عاد تظهر معكم على اليوتيوب. بالنسبة لأي واحد ما عندوش الإعلانات، يمكن ليه يمشي لجوجل، يتصفح من جوجل والإعلانات هتبان له يعني فيديو بار فيديو. إذا ندخلوا لواحد القناة، نمشيو المكان ديال المحتوى. بعد ما نمشيو المكان ديال المحتوى، نمشيو البلاصة ديال الفيديوهات. لاحظوا معايا البلاصة ديال الفيديوهات وحاولوا تركزوا مزيان. نمشيو البلاصة ديال اختيار الكل، كاين هنا التعديل، نعملوا هنا تحقيق الربح. بعد ذلك هنا جميع الفيديوهات اللي لهم الربح نوقفوا هذيك يعني الفيديوهات، نعملوا هنا تعديل الفيديوهات. هنا كيعطينا هل تريد فعلا المتابعة؟ أنت على وشك تعديل الفيديوهات التي اخترتها، ولا يمكنك إيقاف عملية التعديل هذه بعد بدئها. أدرك تبعات هذا الإجراء. نعمل بحال هكا الفعل هذا، ونعمل هنا تعديل الفيديوهات. إذا بعد ما كنعمل تعديل الفيديوهات، الدولار ما يبقاش عندكم هنا مفعل، أي أصبح الدولار غير مفعل. ونعملوا هذه الخطوة هذه على الأقل 24 ساعة، يعني نهار ونخليو داك الإعلانات أو داك الدولار يولي غير مفعل. دابا الدولار هو مفعل. هنا عطينا شنو عطينا؟ جاري تعديل الفيديوهات، يمكنك الانتقال إلى صفحة أخرى، ولكن يرجى الانتظار قبل البدء بتعديل مجمع آخر. حنا في هذا المكان أو في هذه الخطوة هذه ما نعملو حتى شي حاجة حتى تسالي لنا هذه اللي فيها جاري تعديل الفيديوهات، حتى يولي هاد الدولار يعني غير مفعل. بعد ذلك غنوريكم شنو هي الخطوة اللي غنعملو، ثم اخيرا نمشي للهاتف ديالي ونشوفوا واش الاعلانات كتظهر في القناه ديالي ولا ما كتظهرش، لان لازم نشرح لكم داكشي بالدليل. بالنسبه كيف ما قلت لكم في البدايه الفيديو، اي واحد ما ظهرتش عنده الاعلانات غير ما يتقلقش، راه عادي. يعني مهما عندك الدولار مفعل، يعني الدولار اللي كان عندك مفعل راه مزيان، لما ظهرش عندك الاعلانات كون اكيد مع الوقت تقريبا ما بين شهر او شهر ونص الاعلانات غترجع وغيوليو عندك المعلنين من جديد في القناه ديالك اليوتيوب. اذا لاحظوا معي في هذا المكان اصبح الدولار غير مفعل. غنخرج انا من هذا المكان هذا وغنمشيو اي فيديو اللي فيه كل ما بين من 8 دقائق الفوق غندخل ذاك الفيديو. اذا حتى نساليو يعني 24 ساعه. لاحظوا معايا بعد ما هتولي مثلا اليوم احنا مثلا في الساعه 10:41 حتى الغدا السبت عاد 10 بالليل، يعني تخليوه 24 ساعه نهار وتخليوه بحال هكا، ما بغاو نرجعوا تقريبا هذا الدولار ولا الاخضر. نفس الطريقه كنمشيو لوحه البيع المحتوى، نعملوا الفيديو ياك، نعملوا هنا تعديل. دابا حنا مثلا داز عندنا 24 ساعه، اوكي الدولار عندنا يعني غير مفعل، داز 24 ساعه نعملوا بحال هكا، تدوز 24 ساعه نهار نعملوا الفيديوهات، نرجعوا باش نرجعوا الدولار لجميع الفيديوهات وليس فيديو بار فيديو. غنعمل هنا الاختيار الاول، الثاني اختار الاختيار الثاني، غنعمل تحقيق الربح، غنعمل هنا تفعيل، وغنعمل هنا تعديل الفيديوهات. نعمل هنا تفعيل الفيديوهات باش يوليو هاد الفيديوهات عندي كاملا يعني مفعلين وعليهم تحقيق الربح، يعني حتى دوز واحد 24 ساعه. بعد ذلك غنوريكم شنو غنعملوا، غندخلوا الفيديوهات تقريبا باش نتوما تاكدوا من الفيديو ديالكم واش عليهم الاعلانات. غندخلوا لواحد الفيديوهات تقريبا جوج، وغنحاولوا نحيدوا داك الاعلانات اللي فيهم ونضيفوا اعلانات اخرى.
وغنحاولوا ندخلوا فيديو اخر، غنخليو الفيديوهات التلقائيه اليوتيوب هي اللي غتختارنا الاعلانات. هذه الطريقه هذه انا جربتها والحمد لله بنسبه 70% اصبحت بعض الاعلانات تظهر في القناه ديالي على اليوتيوب. كونوا اكيدين اي واحد يقدر يعملها، تقدر الاعلان تقدر تبان ليه، واي واحد تقدر ما تبانليش. احنا ما كنعطيوش في الشرح يعني كل شيء نقول له راه دار الاعلانات، ولكن كل واحد على حساب القناه ديالو. بالنسبه لي انا كتجربه مني، على حساب الاعلانات بعد ما كتلقاش كتظهر في القناه ديالك، اليوتيوب كتحميك من داك النقرات، خصوصا الا كانت عندك واحد القناه المحتوى ديالها زوين، كتحميك من داك النقرات الغير صالحه. لان لولا عندك النقرات الغير صالحه كون اكيد داك الحساب الادسنس غيتسلم. اذا نخرج انا من هذا المكان، هذا غنمشي لاي فيديو اللي فيه 800 دقيقه فوق، غندخل ليه غنمشي لمكان ديال تحقيق الربح، غنمشي لمكان ديال تحقيق الربح وغندخلوا الفيديو، غننزلوا هنا في اداره الاعلانات. غنجي انا، لاحظوا معايا في القناه، غنجي انا نعدل الفواصل الاعلانيه، مثلا فاصل اعلاني، نكثر من هذيك الفواصل الاعلانيه، يعني كل تقريبا فراغ نعملوا فواصل اعلانيه. لاحظوا معايا هنا كل تقريبا كل شويه نعملوا فاصل اعلاني باش نكثروا من داك الاشهارات او الفواصل الاعلانيه، باش نشوفوا داك الفيديو واش عليه اعلانات او لا. اوكي، دابا مثلا انا تقريبا هنا بزاف عزيز ديال الفواصل الاعلانيه. دابا انا غير كنوريكم الشرح، كنزيد هنا بزاف، كل تقريبا شويه كنزيد فواصل الاعلانيه، كنجي في هذا المكان فواصل اعلانيه، يعني كنكثر من الفواصل الاعلانيه. اذا بعد ما كتكثروا من الفواصل الاعلانيه، مثلا كاين الفواصل الاعلانيه، صافي نعملوا هنا متابعه، نعملوا حفظ. اذا هذا هو الفيديو الاول اللي غنكثروا منه الفواصل الاعلانيه. اذا كان عندكم الفيديو من قبل فيه الفواصل الاعلانيه، هذا الفيديو ما فيهش فواصل اعلانيه، مثلا اذا مشينا واختارت مثلا شي فيديو عليه مثلا هذا، ندخل هذا الفيديو هذا، اذا لقيت فيه الفواصل الاعلانيه نحذفهم. غنجي انا هنا مثلا بحال دابا هذا هنا نحيدهم، ندير سي بريمي. اذا شنو عندي؟ عندي الفواصل الاعلانيه اخرى. اذا كانت لا ما كانش عندي الفواصل الاعلانيه ديالكم انتم، اما الخطوه الثانيه اللي تعملوها هو نعملوا اضافه فواصل اعلانيه تلقائيه. هذه التلقائيه اليوتيوب اللي كتختارها، ندير لها بحال هكا ونعمل لها تغيير. اذا اليوتيوب صارت لي جوج فواصل اعلانيه، باش نتوما تجربوا، جربوا الفيديو الاول اللي زدتوا فيه اللي حذفتوا فيه الفواصل الاعلانيه واللي عاود عملتوا فواصل اعلانيه اخرى، وفيديو واحد اخر تخليه تلقائي. بعد ذلك شنو غنعمل؟ هنا في هذا المكان كاين نقدر مثلا نزيد فاصل اعلاني، بعد ذلك نعمل هنا متابعه، اذا غنخرج. اذا بحال الطريقه هذه، لاحظوا معايا بحال الطريقه، غنكثروا بداك الفواصل الاعلانيه. اذا دابا نمشي انا للهاتف ديالي وغندخل وغنتصفح وغنشوف الاشارات واش ظهرت في الفيديوهات. اذا لاحظوا معايا، ندخل انا مثلا هذا الفيديو هذا، نشوفوا القناه ديالي. اذا لاحظوا معايا هنا، اذا ها هو اول اشهار في القناه ديالي، انا كنخدم بالهاتف. لاحظوا معايا هذا الاشهار الاول، هذه راه نفس الطريقه انا اللي عملتها شرحت لكم في ذاك القناه، نفس الطريقه عملتها والحمد لله ولاو الاشهارات كيرجعوا. اذا لاحظوا معايا انا دابا نوقف الفيديو. اذا ها هو الفيديو، نفس الفيديو، لاحظوا طريقه تحقيق 10 دولار على قناه اكرم للمعلوميات، نفس الطريقه عملوها وان شاء الله الاشارات تقدر. انا كنقول لكم كل واحد لحساب، بعد الحمد لله بعد الاشارات ولات كتب الاشهارات ولات كتظهر في القناه، نحبس انا الفيديو، يعني نفس القناه، لاحظوا معي نفس القناه، نحبس انا الفيديو، اي لحظه يبان الاشهار نكمل معكم الفيديو ونشوف الاشهار الموالي اللي يبان. اذا لاحظوا معايا ها هو الاشهار الثاني في نفس الفيديو، لاحظوا معايا اذا نفس الفيديو الاشهار الثاني ها هو بان، غنعملوش انا انيوري باش ايضا يبان هذاك الاشهار الثاني. اذا لاحظوا معايا الاشهارات ولات ديال يعني ديال الشراء، يعني الاشهارات الحمد لله ولات كتظهر في الفيديوهات. تقدر الطريقه كيف ما قلت لكم في البدايه الفيديو تقدر تخدم معاك، تقدر ما تخدمش، ولكن انتم حاولوا تجربوا هالطريقه وان شاء الله ترجع الاعلانات ديالكم كيف ما كانت في الاول. اذا هنا ما نعملش انا انيوري، اوكي نعمل هنا انيوري، نعمل هنا انيوري. لاحظوا معايا نفس الفيديو اللي كان عليه الشرح تقريبا شحال دات في الفيديو، ايضا غنخليه تقريبا واحد شي شويه باش تشوفوا يعني واش يظهر ايضا اعلان اخر. اذا لاحظوا معايا هذا هو الاعلان، يعني ايضا في الفيديو النيت، هذا الفيديو الثاني، لاحظوا معايا يعني اعلان مزيان،
هذا هو اللي كيحمقوا عليه بعض القنوات، لاحظوا معايا. ايضا هو اعلان اخر، لاحظوا معايا، هذه الاعلانات اصبحت كتظهر في القناة. اذا كانت هذه الطريقه باش اي واحد تقتبع ليه الاعلانات في القناه ديالو على اليوتيوب. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وبارطاجيو هذا الفيديو باش اي واحد يعرف الطريقه والاعلانات تقتبع له في القناه ديالو. السلام عليكم ورحمه الله.